يحاول أن يواجه، يحاول أن يتاح قدر المستطاع مجموعة من المشاريع الطموحة، وهو انخرط في هذا المشروع المهم والطموح. لكم كلمة سيدة الرئيس. شكرا للإخوة والأخوات في مركز المغربي للسياسة المغربية، الإخوة والأخوات في هيئة التكافؤ الفرص بجامعة الهرمش، فعاليات المجتمع المدني وسيدة الإعلام الحاضرة معنا في هذا اللقاء، سيدة في السابق أطر جامعة الهرمش، فسعيد بالتواجد اليوم في هذا اللقاء اللي هو ثمرة لعمل مشترك في إطار برنامج للعام المقرر. وكذلك وكالة الإنتاجية التنموية المغرب اللي تقريبا يعني أكثر من سنة لهذا المسار اللي توجد بشريك أو كذلك كون المركز المغربي للسياسة العمومية الآن اللي غادي يشرف على إنجاز برامج مهمة ضمن هذا البرنامج العام، خاصة فيما يتعلق بدعم الديمقراطية التشاركية وأيضا دعم مسار الجامعة فيما يتعلق بتعريف مختلف البرامج والمشاريع ديال الجامعة. فكما يعني نسوا جميعا أنه بالنسبة للمجلس الجامعي الحالي وتمشي بطبيعة الحال مع توجهات كبرى ديال بلادنا أنه يعطي أولوية خاصة لمجال الديمقراطية التشاركية سواء من خلال البرنامج العام ديالو أو كذلك من خلال مختلف المشاريع اللي كيسعى دائما كيعمل على أن دعم الحضور ديال المجتمع المدني ضمن هذه البرامج يعني، والشيء اللي كذلك اللي كيتلمس من خلال يعني الدعم الكبير اللي تعطى على مستوى الميزانية ديال الجامعة فيما يتعلق بمختلف يعني المحاور سواء تعلق بأمر الدعم ديال الجمعيات المختلف الأشكال ديالها، الدعم ديال المهرجانات، الدعم ديال الأندية الرياضية، وكذلك كان لتوفير مختلف يعني وسائل العمل بالنسبه لهيئه تكافؤ الفرص، بمعنى هذه المجهودات كلها اللي كانت تطمح من اجل تعزيز هذه الديمقراطيه التشاركيه في المدينه. وكنحيي بالمناسبه مثلا الفعاليه اللي عطات واحد النموذج يعني حي بالنسبه مؤخرا من خلال المشاركه الجماعيه والتشاركيه في مختلف الفعاليات في مهرجان البحر، واللي لان بالفعل خلى واحد الارتياح لانه هو اللي احتضن هذا المهرجان، وبالتالي انه كان مهرجان ديال المدينه بامتياز وليس فقط ديال الجامعه. اذا هذا المناسبه اليوم اللي يعني تم فيها العرض ديال البرامج ولا المشاريع اللي تم الاتفاق عليها واللي كان في مره اخرى المركز المغربي للسياسه العموميه بانه خضع بهذا يعني الاتفاق ديال الشركاء من اجل انجاز هذه المشاريع، اي مشاريع اللي لا سواء يتعلق الامر بالريبرتوار ديال الجمعيات ولا يتعلق الامر بالجانب ديال الدعم للجانب التواصل بالنسبه للجامعه، كلهم غيكون عندهم اثار وانعكاس كبير بالنسبه سواء في المجتمع المدني ولا كذلك بالنسبه يعني بالنسبه للجامعه ككل. اذا ما نطولوش عليكم ونتمنى بان اللقاء ديالنا بالفعل يكون كذلك تكون مقدمه لبرامج اخرى ان شاء الله في المستقبل، وشكرا مره اخرى على الدور. شكرا سيد الرئيس على هذه الكلمة. على مستوى البرنامج كما توصلتوا كانت مجموعة من الكلمات لمجموعة من المؤسسات، مع الأسف ممثل المديرية العامة للجامعة الترابية وكذا ممثل الوزارة المنتدبة لرئيس الحكومة اعتذر لأسباب مرتبطة صراحة بالتوقيت، مرتبطة لأن الأغلب هو يعني في واحد الفترة ديال العطلة، كان ودنا انهم يكونوا حاضرين معنا، ولكن في مجموعة من المحطات المقبله ان شاء الله غادي نحرصوا انهم يكونوا حاضرين معنا ويدعموا هذه الفكره ان شاء الله. انتقل بعد كلمه السيد الرئيس الى كلمه لشركه اساسيه ومهمه جدا في هذا المشروع، تساهم صراحه في دعم مجموعه من فعاليات المجتمع المدني على مستوى ربوع المملكه من اجل تنزيل المكون الثاني الذي يدخل في اطار مشروع التضافر. وحقيقه لمسنا في هذا الشريك لمسنا فيه الجديه، لمسنا فيه كذلك غيرته على تنفيذ البرنامج وحرصه كذلك على ان تمر اقواره في ظروف جيده وناجحه. اذا لم اطيل عليكم اعطي الكلمه لممثله الوكاله البلجيكيه للتنميه المغرب الاستاذه فدوى، ستتطرق الى اهم المحاور المرتبطه بهذا المشروع. لكم الكلمه استاذ.
أولا تعريف تنوعا في مجالات متعددة،
ولا تشبيهيات تشتغل على الجانب المسرحي ولا تشبيهيات ثقافيه تقدم ندوات رائده وجد مهمه. هناك كذلك جمعيات تهتم بالمجال الرياضي، هناك جمعيات تشتغل بمجالات على مستوى الاحياء، وبالتالي لا بد من بين ربما الاهداف هو ان نحقق الانتقائيه ما بين هذه الجمعيات وان نحقق يعني تكتلا حقيقيا، ربما هذا ما سنفضي اليه ضمن النتيجه الاخيره ضمن هذا المشروع. ونحن لدينا إيمان سابق أننا سنتفاعل مع هذا المشروع لتزييده ومحاولة، لأن في آخر المطاف المستفيد هي المدينة، المستفيد هي التنمية داخل مدينة العرائش. على أي الكلمة الموالية ستكون للسيد رئيس المركز المغربي للسياسات العمومية وتدبير الأزمات الأستاذ عبد الرحيم. تعلمون يعلم الجميع هو ابن من أبناء مدينة العرائش، أستاذ جامعي في كلية بنكناس. حاولنا أن نستثمر طاقات متواجدة في مدينة العرائش على أن تساهم داخل مدينة العرائش وأن تعطي بيئة جيدة من داخل المدينة وبين بيئتها والموارد البشرية اللي خصنا نستحقوها واللي خصنا نعطي استثمار الجهد من أجل المشاركة والمساهمة في المدينة ديالنا. بشكل مختصر، المؤسسة ديال المركز المغربي للسياسات العمومية وتدبير الأزمات هي واحد المؤسسة للتفكير والبحث العلمي، تضم ثلة من الأساتذة الباحثين في مجال السياسات العمومية وتدبير الأزمات في الدرجة الأساسية. بدأت الشغل ديالها سنة 2019 وخصوصا إبان أزمة كوفيد 19 قامت مجموعة من الدراسات، لديها مجلة علمية تنشر فيها